وللحديث أكثر عن أسواق النفط ينضم معي المختص في شؤون الطاقة والنفط المهندس عايض آل سويدان. أهلا بك أستاذ عايض. يعني أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%، وخام برنت أيضا يعني يتداول أدنى من 68 دولار، على ماذا يدل ذلك؟ أولا تحية طيبة لك أخي أحمد والمشاهدين ومشاهدات قناة الأخبارية الكرام. حياك الله. هذا صحيح، لكن ما نزال نتوقع أن تستقر الأسعار عند المستويات الحالية، ونصاحبها نوعا من التذبذبات، لكن سوف تكون في نطاق طيب. هذه التذبذبات التي نراها جاءت لعدة أسباب، وأهمها تزايد الحالات بدول آسيا بعد الصين. فرأينا أن اليابان ما زالت الإغلاقات المنطقية أو المناطقية هناك، بالإضافة لذلك الهند وهي ثاني أكبر مستورد للنفط وثالث أكبر مستهلك للنفط انخفض الطلب لديه بمقدار 20% لهذا الشهر، أي شهر مايو. أيضا قرب التوصل لاتفاق إيراني ومجريات المحادثات الإيرانية ودول أوروبا، مما يعني مزيد من معروض في الأسواق. وكما ذكرت تضخم، ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا والمخاوف من رفع نسبة الفائدة هناك تضغط على أسعار النفط في حال تم ذلك. وإن كان تصريحات من البنك المركزي هناك بعدم رفع هذه الفائدة. طيب، يعني هل تعتقد أستاذ عايض بأنه لا تزال آفاق الطلب على الخام إيجابية؟ يعني خلينا نقول بالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني رغم الضغوط اللي يعني تواجه الطلب العالمي، يعني خلينا نقول المتعافي فعلا. أتوقع ذلك، والسبب سبب أتوقع ذلك وما يدفعني أيضا الإيجابية هو انخفاض المخزونات العالمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. فجميع ما تم تخزينه بسبب الجائحة العام الماضي نفد وتم إزالته. الأمر الآخر هو انخفاض الحالات بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من دول أوروبا. طيب. بالإضافة لذلك هو ارتفاع نسبة الرحلات الطويلة بين وإلى أمريكا وقارة أوروبا. هذه العوامل بلا شك سوف ترفع من زيادة في الطلب، وهو ما يدفعني إلى الإيجابية. طيب خلينا نسألك باختصار لضيق الوقت، يعني توقعاتك لاجتماع أوبك بلس القادم؟ التوقعات تدور حول التركيز على مدى التأثير السلبي الذي قد تتسبب به دولة الهند على نمو الطلب في حال لم يتم السيطرة على الوضع الحالي من تزايد حالات الإصابة، بالإضافة لذلك مراقبة مجريات المحادثات الإيرانية الأوروبية ومدى واقعية التوصل لاتفاق إيراني، مما قد يتسبب في مزيد من المعروض. وبشكل عام كما هو معلوم الخيارات جميعا متاحة، في حال تطلع الأمر لزيادة أو خفض المعروض سوف تتمكن أوبك وأوبك بلاس باتخاذ القرار المناسب. جميل، شكرا لك أستاذ عايض السويدان. شكرا لك.